محمد حفظي اللي هو الجيل اللي قبليه الجيل السابق، واحنا خدنا منك الرايه عشان كنت هقول ان انت اصلحت بقى في صدره. لا طبعا محمد حفظي الحقيقه زي ما استاذ حسين انا اشكرك على ده، نقل المهرجان نقله نوعيه كبيره كلنا كسينمائيين نشهد لها يعني، وكان الاستمرار مع وبالصدفه كمان ان جنبه مخرج جميع حفلات الافتتاح والختام في العصرين على فكره هشام فتحي، كل التحيه ليه يعني. والف مبروك لجمعيه الفيلم، ويا رب يا استاذ محمود دائما هذه الجمعيه هي المكان اللي بيضمنا وبيلمنا جميعا كسينمائيين، ودايما هذا المهرجان على وضعه حتى المحدود هو بيقدم قيمه سينمائيه دافئه، وكلمه سينما مصريه مصريه فعلا كانه بيتنا وكاننا حفله بنعملها للسينما المصريه بيشارك فيها كل الناس المحترفين والهواة وجميع السينمائيين. فكل الشكر لحضرتك وكل الشكر لأستاذ حسين فهمي، شكرا لكم جميعا. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا.